بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله منها ولي حان كل جدرا باب كي صلاة ما موضوع صلاة كشي في لي وحانو قدن بيسي صلاة صلاة كفاية فرض كفاية وجوب كده وفرض كفاياها وجنازة دي طيب تقول ذنبيه آستان كي أفرتي شيء وميت كواجبتي نعمد أقول رئيسي كفاك وحيقي لواءها صلاة نلغو تكال صدحيه آستان كو أفر كوها يا عينو صور رمالي بإذن الله الكريم بقدرة مولانا وبإرادتي إلى ما ما تسلي ماشي وحان قيبل السيحري النووية جنازة دي ميت كي انتي وتعزيه ويان اهل كي لا يجي رودي قال رب حي افكادي او غيره ودا او بحي لكن اهل دي ساها ميت كاسغا سن لو قابل لها وحي لها اورن لها وحي لها دينها وشريعه الى امرت او شرع انه بنيه يا وحونا شرع انه بنين ماشي لغا برن هيو لغا اوغاره ويان تعزيه وحويا واسمر سي ويان يا ما بين وعد يا ما بين والدين يا ما لواحي كين يلا سير سير لواني لا أقل عليا لا ما ويني التعزية سير سنتي لا تعزية أهل ميت ميت كأهل الكنيسة لا تعزية قال الله تعالى موضوع هذه باب كذي ويان تعزية قال الله تعالى إلى يحيي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب وحيد نعي وأصيبي ومن مصيبة مصيبة إلا بإذن الله سيكا لكم إذنك إلهي يقدرك إلهي أمبي كتب مصيبة مصيبة ووحقفك حنوجين هيا والحوين هيا وإذا هيا نفئي أمال بدر نفتاني عروتاني وادوايد ولالها وادوايد والدك وادوايد والدك وإلمه سوايا أفكا استعلايا أدوى كاس ها كان حي إلا بإذن الله إلهي أمر كيسي إذن كيسي أود سيئة مصيبة الكتب ومن يؤمن بالله قفك إلهي رمية مقادرتي صار رمية غصيدة إذا أوقعت وصبرة رمية وحر إلى وحب أمر إلهي وكأود وين أمر إلهي واتأتنا إلهي نب قفنا أولا وما كان ربك بظلام للعبيد وعنا أولا ظلمين عنا أولا حمينين قفنا أولا نمين واسقى عبورتك عدوا حرص بدا المدى يهدي قفك أسقى ألا أوها نوريا قلبه وقلب جيس والله إلهي نبي كل شيء قال بني سعقل نسي إيمان إنسو إلهي توتي والله إلهي نبي كل شيء شيخ سعليم أسرع أحوء غارسا أسرع غران حيا ماشي كوها بون نتنيك حيا عمر سين حيا فإذا إيقان عبد أدام كوها دور نبي ورمي وحقيجي أن ما أصاب وحال وحي أصيب ومن فقد الزوج إسلانتي أو ننكيدي وايدة أو الولد أما ولدك يدي وايد أما والدك أو ولدك سوايا أو الوالد أما والدك أو علمي سوايا أبي أو علمي سوايا أما إسلام يعلنك يدي وايد أما عنك يدي وايد أو قريب قف قرابة سوايا إنما هو بإذن الله أمر إلهي أود اللي يقدر إلهي إلي كتب أمانا مركي هورا إلهي وماشا لكتب وكور إبتئي تحي رمية موافق الله إلهي وحوافق جنعيا هل يشير يا قلبه وقلبه قيس إلى تسليمه وقام سنان إلهي مقادرته سي أمر كيسوه وقام سمقف كاسو
iyo warid baa imaadeen raali ahaansho uu ku raali ahaado inuu ilaahay waafajinayaa haleeshinayaa bil qadaa'i qadaa'i ilaahay qadarka ilaahay lidaasaa daraaddeed ayaa yanbaqi waxaa owda lahu asaga an yasbira inuu sabra waxaa alla wixii ku yimaado musiiba inuu ku sabro oo adkaysto oo uu sabro ilaa axad wayaxmid allaha ilaahay uu ku xamdiyo wayastarjaca uu istirjacsado ilaahay uu laabto xataa yanaala intuu gaaro alajr alcadiim ajirka weyn oo ilaahay agtiisa uga qoran oo musiibada sababteeda uu ku helay ila siduu ku gaaray lamaa uu gaaro waa inuu sabraa oo ilaahay uu laabta. Qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay ayadoo arrintaa lagu boorinayana xasuusinaya lawallaahi ilaahay isagoo dhaaranaya lawallaahi walaa nabluwannakum waayn jarabayna waayn imtixaamayna test iyo imtixaam aan idinka qaadayna bishayin waxbaa idinku jarabayna oo idinku imtixaamayna oo min alkhawfi shay ha weynaada ama ha yaraada agtiinakum oo min alkhawfi cabsi gelin aad ka cabsataan ka welweshaa idan xanuujiya idan la xawlo iyo waljuuc gaaji iyo baahi yaa idinku imtixaamayna idinku jarabayna iyo wanaqsi nusqaa min hoos u dhigis min alamwaal xoolihi aan idinka nusqaa min idinka yareyno markii hore kor u kacay ama faqri iyo wixii maan idinku jarabno ama maya xoolintaa markii hore idin siino haddana aan hoos u dhigno idinka khasaarino idinka baaboo waalanfus naftiina waa idinku jarabayna ama waa idinka nusqaabinaynaa nafafki oo caruurta waa idinka laanaynaa ninkii waa naagtiisii waayeysa ninkii waa naagtiisii waay naagtii waa ninkeedii waay owlaadii bay waay waalidkii owlaadii waay walaalihii waay aabihii waay hooyadii waay wakaas adeerka atiyaash ilmadiira dadkii dad ugu dhowa iyo wal anfusi naftana waa idinka nusqaaminaynaa waa idinka yareynaynaa waa idinka laanaynaa wathamaraadna maa idinku jarabayna wathamaraadna thimaartii iyo wax soo saarkii waan hoos idinka dhigaynaa idinku imtixaamaynaa beerti aan idiin bixinin ama idinka nusqaaminaynaa cudur idinka ridaynaa waa bashirin saabina intaasoo dhan waxaad uga bishaaraysaa oo bishaaro aad ugu bishaaraysaa iyo guul iyo ajir iyo naxariis iyo rido ilaahay ugu bishaaraysaa iyo maqfiro iyo ajir siin assaabiriina kuwa ku sabra musiibada iyo waxyaalahaasoo dhan kuwa ku sabra kuwaa u bishaaray baa layidhi nabi maxamedo kuwaasaa bishaara iyo xaqule alladiina kuwii wey kuwa loo bishaaraynaya idaa asaabatu markay ku dhacdo oo ku habsato ay casiibto musiibatu musiiba ay ku habsato qaaluu odhanaya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa annagu lillaahi ilaahay baan yaa maaragtay addooma u nahay ilaahay bayna milkiyay na tasarufo maaragtay ilaahay yaanu sugnaan cid kale oo nale iyo cid kale oo aan u canaanayna iyo cid kale oo aan wax weydiisanayna iyo cid kale oo aan magangalayna ma jirto wa innaa annagu ilayhi ila allahi baan raajicuuna wax kasta ula laabanaynaa ama xaggiisa iyo sordaadkiisa iyo xisaab iyo soo bixinni asagaan maaragtay ula laabanaynaa ulaa'ika kuwa ayaga caleyhim dushooda waxaa ahaatay salawaatu naxariisyaalo iyo raxmadyaalo oo min rabbi rabbigooda xaggiisa uga timid iyo maqfiro iyo wa raxmatu naxariis wa ulaa'ika kuwaas hum ayaga almuhtaduuna kuwa hanuunsan oo xaqa waafaqay oo hanuunay kuwa sidaa sameeyo oo sidaa yiro oo sabirka iyo wixigaa laga helo ilaahayna wada laab wayanbaqi waxaa ogla an ilmuslim qofka muslimka waxaa istaahilkiisa uu yahay oo ku haboon an yaclama inuu ogaada waamaa waajib oo saara ana dunyaa adduunyadu daarun balaay daar oo maaragtay imtixaan oo balaayo oo musiiba inay tahay daartan adduunyada oo daaru istiraaxa wa daaru suruur inayna aheen oo daaru xusni ay tahay wa daaru balaa an yaclama inuu ogaado xaqiijiyaa waajib ku ah adduunyaa adduunyada qofka muslimka daarulbalaa daar baas inay tahay oo daar bala wa imtixaan daaru imtixaan inay tahay waa inuu yaqiiniya oo dhameeya oo rumeeya yaa waajibku lidaa sidaa daraaddeed yajibu waxaa waajib calayhi dushiisa an yataxallaa inuu isku qurxiyo isku ziineeyo isku buraasho ka dabeecad dhigto bisabri sabirka cidda shadaa iyo shidooyin markay ku dhacaan oo shidooyinka dhibaatooyin ku habsadaan mashquuqooyin inuu ku dadaalo oo libisnaado isku qurxiyo isku asturo sabr fayumsika nafsahu naftiisana uu ka reebo oo ka qabto calaljazaa argagax iyo sas
يا ولول يا صبر العام يا وسط عرب وعروض من القضاء قضاء إلهي حومك إلهي قدرك إلهي وكعروض حماد سيقول عبد سيقبس سيقول عبد الوينة وهو يحبس النسار وعرف كسر وكو عليا وكو ريب وكو حباس وكرب وكو حباس عن قوم السوء حل الحرين وكو حل إريح ويطم جوارح جوارح كسر وكرب عن المعاصي وحيا له حن فعل له حن إلى حملي سكون نقاء ثم وصرف ثم وصل حيرة جيبك أو دلاعي عربك أو كغيره ها نركو سكون قراءة وينك إلى ليه فلا يشق وين ولا جيح جيبا كليتك يجيبك سوين ولا جيح ويالك ولا يلطم خدا نفورك ينبغى نذا وين اسكت أرباحين اسكت فيري اسكت قراءة ولا يقول وين سأران إلا ما يرضي ربه ربه سوى حراني قليها يموليا وحكى وين ونكو هل فتحول بذلك محلته وليلة وفتحول إيه وليلته يسر بذلك وحاق السمية درته محنته مشقاتي سي امتحان إلى محنة مركة اللوزي هذه فروا عندنا كقيني وكهو في سنة تتنقدر مركة لوزي هذه مسلمتي يا بلدي عدو سبر واي وعقالي وحكوية دايما مشقك لهم أولوكر إلى يا محنة الامتحان عن أم سلمة رضي الله عنها قال وحتر أم سلمة قلت له حد لله وسمعت وان مقضية الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان كبير يستوك مقضية يقول سلمة ما من عبد الأذون مجر من لأركا يا أذون تصيبه إيه كل عيس وكوها بسليس وأسيبس إيه حليليس مصيبة بل مصيبة وفيقول دوالي الأرانهم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا عنه لله إلهي ما نغسك كيله نغسك كيله لك ونغسك كي ملكيه أسغان عبور أسغان مركي هورا ملكي نولا إيه وإيجادا وإنا عنه إليه إلى الله ما راجعون الله ولينا رسولك وليوان اللهم الله أجرني إلى وإن سبر سيئة أجر سيم في مصيبتي مصيبتي وحالا وحيد لبو إسوغان هذا حق أولاد هذا حق إهل كثير هذا حق والد كثير هذا حق حوالات هذا حق عافمات أنت أستم وحلفني إلى يقوم بدلي أن خير وحك خير فلا منها وحيد أن إقافسي وإقافي وإقاتك وحك خير فلا كبرك فلا أنت لا فرح إله يكون بدل إلا أدون سنا كنت عسر أف سنا كنت عسر أدون سنا كنت عسر هدين لارك أجره الله إلهي بدل فوسينا إلهي يمكن أجر سينا في مصيبة مصيبة جسي وخلفا له خيرا إلهي بدل فوسينا يقوم بدلها منها وحين أوك قاتل وحكى خير من أبو إلهي يقوم بدلها منها إلهي ما مسلم ما أخلص أنا واحد يسأل صحيح وإنه سنائره أعلم من ناصر الدين وحرم تلبان الدين الصغير رحمه الله أشعاط المدرين يجري القضاء وفيه خير نافلة لمؤمن واثق بالله الله لا الله إن جاءه فرح أو نابه ثرح في حالتين يقول الحمد لله يجري وضر يرسل يمخص عليه القضاء حنك علي وفك وكتر يا سلايا وفك سو وكتر يا سلايا لن أقارك يا مترك وقولك يا وفيه قضاء الخير وخير أيا علي نافلة الحال يا خير كابت نيران وزيادة أجر فرب مدن وزيادة يا لقوه لي خير ما لقوه لي وفيه قضاء خطر يا سلايا الخير وخير ما كسوه نافلة الحال يا مت وفك زيادة وان زيادة ولي مؤمن وقفك مؤمنك مؤمن قول نافلي يا زيادة ويا يا خير ويا مؤمن كاسو واثق بالله إلهي قدر كيسي وحين يسمى قادر كيسي فوق الصور لا الله أنا الحين كي ما رتنين ليلة هي أماك كم مشغول سن أما الماسة أما وحكا لك كم مشغول هي أنا الحالي إن جاء فتنو إيمان
farax wax farax haduu u yimaado qofkaas oo nacba uu soo hororo wuu la soo gudboodaa taraxun wax muru yaa cunees uu ka nax mid alla midkii la soo gudboonaada fii xaalateyni labada xaaladba xaadatu farax iyo xaadatu tarax tarax waa muruq iyo xusni iyo mashqada weeya dhidka yaquul alxamdulilahi qof oranhaya ma jira haddii uu yiraa ilaahya khayr iyo ziyaada ugu bedelhaya iyo bedel khayr qab wakeefa yasquu see u caroonaya man kaana almusiiba qofkii musiibadii soo ahaaday laysa aran ahayn fii diini qofku see u murgahaya see u walwalihaya see u baqahaya see u qoomamoonhaya see uga xanuunsanaya qofkii diintiisa u nabad qabto u caafimaad qabto iyay ka fasaadin caqiidadiisa iyo diintiisa iyo cibaadadiisa oo waxa uu maarta dhibku ka soo gaaray inay dad iyo dunyo ama waa xoolo adduunye weye maal ama waa dad weyn taas yacni wuxuu ka carooda ka welwelo ka murugooda ka welwelo ka walbahaara ma aha laakiin waxa muteesan in laga murgo in laga xumaado in laga caroodo waa xaqa diinta dhi aafa kaasoo gasho oo diintii kaa fasaad ila ra-smaalka ugu muhiimsan oo lagu meelmarahayo wax kuga qabanhayo waa diinta wey qofka dane mar diin lacag ku dhacdo khalaas weeyaa khasaare ka weyn ma jira iyo cudur ka weyn oo ku dhacay musiibo ka weyn oo ku dhacda kuhabsan ma jira xaqa diinta dhi laga soo gao laakiin annaga diintii caqiidada waxaa nagala muhiimsan oo dadkii dad iyo dunyo أولاد يا مالك يا عافماتك والرسول رسول صلى الله عليه وسلم يقول حلي في دعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلهي ومصيبتنا لنا هجلين هيين دينت اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إلهي ومالك لنا aafi iyo bale iyo musiibaha naga gelin ee kaa qallaco kaa xumaado ka tagta dadkaana xasan weyaan yaa soo saar wakeefa yasquu ahleen see u caroonaya u xumaanaya man yadkuru lmasaa'iba wayansa nicam qofku see u xumaanaya u qoomamoonaya inuu maxaa ku iraaye musiibooyinka adduunyada ee ku dhacana uu ka xumaado nicmooyinkana ilaahay uu siiyeyna uu hilmaamo waidaa kaana haddii uu yahay min xaqa lmeyti meydka xaqiisa tacsiiduhu dhaqitaankiisa iyo watakfiinuhu kafarintiisa iyo wasalaadu caleyhi kutukashiisa lagu tukado iyo wadafnuhu aasitaankiisa iyo wasadaadu diinihi diintiisa oo toosnaada hadduu xaqiisu u yahay taayada iyo watanfiidu wasiyati wasiyadiisa oo la fuliyay asharciya ee sharciga waafaqsan iyo waducaa ilahu iyo duceen loo duceeyo iyo wadistikfaari dambi dhaaf loo weydiiyo istikfaar fa min xaqi ahli ehelkiisa xaqiisa ayuu khafafa waa in laga fudeeya canhu xaqooda بالقول يا والعمل إلا وفضل يا ولد وتعزية أهل الميت أهل الميت وفقا أنت أهل الكنيسة ولا تعزية سنة وصنوي وشرعي وصنة قديمة وصغن ومدروعة ومن سنة النبي نبي صنوي الكنيسة كما صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإياه الدليل ما من مؤمن المؤمن مجر أه مؤمن الأرك معي يعزي وتعزيين أخاه ولالك وتعزيين بمصيبة مصيبة وتعزيين يقف ولالك أو مسلم ولالك الليلة وقفك ولالك ومن نقول هيا وقفك مسلم دين تأتك من ديسة نسكو عقيدة نسكو دين أتين إلا كصلاه الله إلا يوحو مرشياء وحرى قفك ولالك وتعزيين سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة كرامة القيامة ما أنت قيامة نرك نقول بس كأو كرامة مدح حلوينك
ziinooyinka lagu labis dadka inuu jannaha loogu labiska ugu qurux badan ayuu alla u xiraa tacsiyeen baa qofka wadaalkii u tacsiyeeyey sababtiisa murugtii la qaybsaday u tacsiyeeyey sabirsiiyey xadiidka waxaa soo saaray ibnu maaja albani uu saxiix uu xasan yeelay fi saxiix sunan abi daawud وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من عزى مصاما من لا أصيب ويحكم عن قفل وتعزيه وتعزيه فله حولي مثل أجر كيس أجر لمده أي لي هاي حديث أصغر الترمذي وأصغر الصالح أجر كيس أوكل لو قرأ هاي أوكل ولي والتعزية فيها تعزية وحوية وحكسوا تصلية لأهل الميت ميت إهل كيس الله سبحانه قلب الله صلى الله عليه وسلم يو حث بورين يدير الجنين نقول بورين على الصبر صبر كسوء الدلال يو رضا رالي عاشو بالقضاء قضاء إلى ينقر رالي عاد يو تقوية لهم إلى الوحود لقد نرسل الحوجية نقول لرجالي على تحمل هذه المصيبة المصيبة السيدة وحبار الهاية ونبرك وقول إلى الله هاي وقاد الهاي وضو القاد الهاي اللي هو حوجية يو احتساب الأجر تدي أجر وقرب صلى الله عليه مصيبة الدرتي دي أجر وشقي صلى الله عليه أجر وصوح عليه صلى الله عليه ويلي العاية ووقتها وقت يدو حكم الله عليه من وقت حلول المصيبة المصيبة مركي صلى الله عليه وسلم تكتو ويغفر بالله قبل الدفن بعد انت على ولين للدوغ يو بعد المركين للدوغ كمان حتى يزول انت مكتر ترمك بابا يعني لو تعزيان كراوس تعزيان ويا سعر يسا اثرها رات كيدو عن النفس بعدين نفط ايه كبابا او تنسى اما وتنسى لإلوما اما وتنسى نفطاسو ايه اللوم دو هلمانتو ها نفطاسو ايه هلمانتو تعزيان ما انحوان الله قد الا فريستو الماشي اللي هو قرابي اللي هو قحوي اللي هو حلويس ارسق له سور راسا تاتكي مصيبات كل عدد وقيرون كل عدد مرويس لا هرقان ايه جيف ايه هردان الان اللي قرده مع عمت هادي حوالي حوالي لا قوة لا بابي ايه لا مشغولي وناس ايه مسؤولي الله سهل لا بابا احمد تعصب مع تعزية ما هو بدعية غرافي وتجوز وحب مناعة تعزية بتعزية في كل مكان مكان كس نوغ تعزية ميل كس ميل قولي وحرا مجرس أما الله وتوصل وشارع عدو إيو سميس في السوق أفكس وسوق أما الوقت تعزية ريسة أو المسجد مسجد كادو تعزية ريسة أو العمل شقوين كي يميلها ميل كس أردت أتكون أقرن تادو تعزية ريسة إذا لا يجوز مطمئنا قصد أهل الميت لتعزيتهم إلا قصد أولينا لكن وفا يعانو تغن قل يعانو تغن حل كارو تغن ما الله فريسي تعزياني ما إلا هو قصد أهل الميت ما إلا هو تعزيه يطرد ما الكسر له تعزيه ما إلا قارو أمجر أو يسافر اللهم إلا هو تعزيه درات إلا صفر مبرنا على تعزيه درات إلا صفر وكش لهذا القرد أرنت الأوقع سفرنا الأوقع فليس ذلك ما هل من السنة سنة الرسول كي أصحابنا كمد ما يرنقم قولي شريعة الدين ثم أقول كمد ما مالك كي مجرت تعزياتي من السفر هي ما لم يخشى حد نورا كبقينا قطع الرحم قطع الرحم لما نورا كبقينا وفلا حرج مركلا دم بما هدول لي حد يوقفك عن أهل كأهل أدو أفلو يعو إمان أو لو نمات أو تعزيين أو نسوى أكزوسا إيه كلا لمن أيان كلا قوة أيان وقال الرحم لما ما شاء إيه مركز كلا ناس إيمان ناس مركز وأوكي على اللي ذنب مال ومتنا ضرورة قسم على اللي وخير ما يعزى به وحلو أقول تعزيين وحاو أقول بركة بدر أقول خير مدى ما عزى به رسول رسول وحيو أقول تعزيين وتعزيين وأقول جيئ أما أقول درين بي أرن كاسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وإلنتي زي زينب بنت محمد
waxa loogu tacsiyay waxa ugu baraka badan, waxa ugu khayr badan, waxa ugu qaalisan tacyada weeye. Rasuulka Ilaahayna in lagu daydo weye, laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasanat weeyaan. Xiina waqtigii uu tacsiyay ursila la diray, arsalad ee u dirtay gabadhiisa u soo cidhitay, u soo cidhirsan ilaahi aabbahe rasuulka, rasuula qof irgaay u soo dirsatay. Rasuulka Ilaahayna yukhbiru qofka ayaa soo dirsatay, ilaa rasuul qofkii la adeegsadaa la yidhaah waa meel loo dirsaday inuu uga waramahu rasuulka, anna waxaa wuxuu yahay mus sabiyan sabi cunug oo laha ayadoo ay dhashay, fil mowt fi xaali lmowt inuu ku sugan, sakaraatu mowt uu ku sugan, intuuna naf bixin oo qudhu ayna ka bixin, ruuxdu ayna ka go-in oo ka bixin, soo gaar bay ku tiri rasuul allah, inankii yaraa naftu way kasii socotaa, isoo gaar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب إن لله إله ما أخذ وحقوقاته عدك قبصر يس عدك الريب يس يعد قلت في مجر وحقوقاته سيا اسكال وحقوقاته وحقوقف أول ظلمية أما قف أولها وكقاتي وكحوري وكقاتي ما وحقوق أسر مركي هو رمضها أما لأو ماشر اكتاو وكيان سنة wanaa ilaahay wuxuu kale uu leeyahay oo labaad maacna waxuu asaga cid uu siiyana oo uu bixiyana asagaa iskale, wuxuu qaatan asagaa iskale, wuxuu bixiyana asagaa iskale, wa kullu mid kastaba cindaw waxaan uu bixinaya wuxuu qaadan labaduba cindaw alla agtiisa, biajali ajal bay ku joogaan muddo xil musama oo magacaaban aanan la dhaafinayn, wuxuu bixinayana xilligii asagu ugu talagalay ma tababarinay, wuxuu qaadanayana xilligii ugu talagalay inuu la wareego oo qaato wax ugu dari mahay ma tababarinay labadaba asagaaskale. Ana waxaan awoodi waxaan qabanayna iyo waxaan shaqayna shaqo kuleena ma jirtee, faltastabir hasabirto, faltasbir hasabirto, waxay ku qasbantahay inay sabirto dul qaadato ee sabirto, waltaxtasib ajri xasanaad iyo thawaab dambana inay ka helayso waxaa asaga cunugaa laga qaato alla ka qaad inuu wax ka khayr badan ugu badan yahay ama adduunyada ikuhays ama aakhara ha xisaabsato oo una ka khasaarin meel cilla uga dhexdo saa u sheega wuu iga gaarsay ilamaa markii dambe intay dhaarisa mar labaad ilaaha kugu dhaarsay ilaa wa ilaa hanaga baaqani aabaha iga baaqani nasoo gaar mar u nasoo abtoosa markii dambe sidaa uu ku yimaado. Xadiidka waxaa soo saaray imaamu Bukhaari saxiix wey waqtaara bacdu ahli lcilmi waxay doodne alfaadan mitl acdam allah dadka ilma rasuulku wataa taa ugu mashruucsan ugu asalsan shancada ugu waafaqsan taa rasuulku uu yiri weeyaan la raaco alfaadan maanaya mitl acdam allahu ajrak ilaahay ajirkaaga ha weydiiyey yiraahdo ahlu cilmiga qaarkood wa axsana cazaag cazaaga iyo kala maadi lagaaga tacsiyeelay iyo tacsiyada allah maadi wanaajiyo wa ghafara limaytik xaaladiisa iyo wixiiisa ka lagaaga tacsiyeelay allah wanaajiyo wa ghafara limaytik kii kaa dhintay ilaahay ha uu dambi dhaafo ومثل ذلك سنا أوكل إلا إلى جائز وابنا والأولى ما جاء والأولى ككوبا ما جاء بالسنة وكي سنة كتبت أو الرسول كان علم المال يا سوجي للجزاء صغر واحد بعد المال ليراد ليرى أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك عناد ليرى ما أوكل إلا ويستحب حال سنة أن يرد المعزى أن يرد إنه عدي المعزاك بقوله قال كان إرين قروا إنه أقول جواب أكين لو تعزيان هاي استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك إلهي ما ردنا حكا أقبل دعاء أدود عيسى إلهي هرون حريص أنك أديك أما أنك إذنك ورحمنا الله هرون حريص لكن لك يريد وضيح الضالنا يا وإياك أديك نو تعزير يا ولا يجوز من التعزير بألفاظ بدعية
erayo oo bidci ah waa mucjizaa in la isugu tacsiyeeya ma banaan albaqiyaatu fii xayaati nolosha allaha baaqiyan inta kuwaa dhallaha kuu baaqiya erayada noocaas oo kale waa bidca weyn iyo wixii u dhigmaa wayusanu waxaa la sunay صنعوا الطعام طعام كي للسماية لصوبية الراشد لوكرية لأهل الميت ذات كان لغان انت يا مصيبة كل عدد لغا كيريون إن عمت الله سمي أما قريو هذا الله سمي أما ملك الله الله وقريو هذا الله كيري لأشقالهم مع الله وقريها يا مشغول كي يكون مشغول سيهن بمصائب مصيبة كل عن عليه عن الاهتمام بأنفس نفطه إليه كم مرقان عمتي عبتاني وحسن ميستان وحاكر وكم مشغولي مصيبة من كل عدران مركوا إلى عمت الله صلى الله عليه وقال أمر النبي نبي هو أمر صلى الله عليه وسلم أنت إليه بنانت إن أي عمت الله سوى الرأس أي إلى عمت كوكريان أما قريه الله سوى الرأس أما الله فريس واحد غابنا واحد غاب مي شرعي ما مشروع ما الله ما أقول بذلك أرن كأسر صلى الله عليه وسلم نبي هو أمر عندما استشهد جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب مركو غيريون وهو شهيدون دلال كل انت رسول هو أمر رضي الله عنه جعفر فقال رسول الله اصنعوا السماي والصوبية لآل جعفر جعفر إيه الكيس طعاما عند السماي فإنهم حيا قد أتاهم وحاو إيمان أمر أرن شغلهم مشغولية أو شغلية إنا وحب صدا إنا وحكر صدا وحينا يصوب صدا أرنك مشغول أو كريميس يا لسو قد بولا نو كنت ميد أو غيري عايشو البحر ريالك أي عرورتا وحو كريم وفرز أنك لعنتي الراشد وحواء الراسلين هي قضية قرآن تضواني الله فرقنا يا ليش هذا مقايل لكو كرامات وكا قال لي سوشي هيا ولا يجوز ما بنان حاروي ما هو حصد قيا وحنا نقول هيا ولا يجوز ما بنان أي اجتماع أخرى للعزاء في البيت تعزية درات يقولي لا يجري يوني إلى ذاتك سوي ما دام بنان يقول كل ما سوي ما دام وفي أي مكان مكان كس ولا في إعلان عن ذلك أرنت إلا إعلامية مو لقات نسأغيس وتعزيه على عدنان صواب بحي اسكو صواب بحي لينا لنا ديو مبنانا ما عروس ما فرحان ما إن الله أصل الله وحصل وإن ليلة مجرد وعاد عده وحي كتريا بعض السلف من النياحة تعزيه على فريسان النياحة يشعر أورانا عياكا بالتعب نياحة ولا يجوز مبنانا قراءة القرآن قرآن إلا أخريه قرآن هذا مرة أخرين لنا ليش لا يجير ولا مرة أخرين لنا ما بنار وهو ما يحدث في بعض البلاد الإسلامية وإذا مدى مسلمين أقاركم وحالها ويكون بديهم ووح بدعاء ومن سجال المقرئين داد ما دعو ولاد الله ولاد النور هذه قرآن ما يشكو أخرين لأنه بدعة وإنفاق مال ما لم للمال ما لم في وجه غير مشروع عقلات وذنب وي وغراف وي وبدع وي وحرام وي مالك الله بحي الوجوه والتي هي طريق الله وطريق طريق عليه اللي هو أدير سنة ولا يجوز ما بنار تخصيص ولا لباس وحكى الله قلنا أو ممنوع أم بنار مرجع حالين إلا حقنا خاص معين الله عيمه أو جار وسبيشل أو خاص لتعزيان لتعزيان لو أنت لك نر قلت كم مسلم كنا عدنا لك غيرون نر قولي إنا حنا ما بنار حراوي ممنوعين كالأسود نر مد مدو رأي ضمن بعد ورانا هذا نر مد مدو لصاحب في بعض البلاد الإسلامية وضمن الإسلام أقارك وجاهل لما وعوام لما وعقيد وحمو وبدعوي وراف ما بنار نر مد مدو لصاحب ولما في ذلك ولا إلى من التقصد توحي كمنتنا عرق يا حمار أتك حنثي واتفق الأحسنين على قدر الله إلا يقدر كيس أو لم يفعله السلف السلف كي سلف الصالح ما يلصوا بالنار انتعب السمين مركب ببنان
نر نوح كان إلا سواقات أما همد وبد أما بينا كلام عيش نركع عالية الحرانيسة زي أيام ما ما زيلي يتزيل سقور حلي وحب ما ولدي ذا يعني. لكن عاد وين نضش ولا يجوز مبنى على تعزية غير المسلمين قفا مسلم هي إلا تعزية يا مبنى لأن تعزية وتخفيف واد على المصالح مصالح كي لا عصيبين هي ما لمركتي يا عريس هي كفض ذي ساعة تعزية ده يا وتثبيت وتستوي عليه سي دين تسي وحيس وخصونا يا وحاث على الصبر صبر كل قبوري يا والإيمان رميسنا على قدرك إنه رميسنا يا والله قران لها شو والكفار أعداء للمسلمين قال ومسلمين أعدوا قودي ويا فلا ينبغي محضر مواصاتهم إلا حريرية قال ولا تشيع جنائزهم جنازة ودر إلا الراع ما بنعنا ولا استغفار الله والذنب إلا في الإله لو ودينا ما بنعنا قال الله تعالى إلى لا تجد به ليس قوما رد يا أمة قوم يؤمنون بالله إلهي بار رمينا لإلهي رمي يوم الآخر ما الأذن بيس رمي يوادون أن الحرير هي أتشعل من حاد الله هو إلهي خلاف وإلهي علك لا وإلهي كرم أمر كيسا جيدي يوم رسول ورسول هو الله دقاسا وكسور جيل وشركي لي يا مادي وعلى ما شاء الله قيحل ولا تاقل هو عيوه ذات جعل لما أركهي أخوة جعل قال تعالى إيمان اشتغل القيام على رمي يسسو صار الإحسان قال تعالى ما كان أمصونا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يو الذين كون يطار آمنوا إيمان كان لله يا مؤمنين تعالى أي استغفروا ذنبنا في إليه هو يديان هو رصدان ألي للمشركين ذاتك قراوة أحاني أما قراوة أحاني ذاتك قال إله الحرس إله ذنبنا إلي إرادة وذنب الله في دائم ويدية نبي قال وهو يدي لو ديدي إنو استغفار إيا ذنب الله في دائم ويدية قبل قال إلا هو خسو أرق بالينا لكن سأدعين ذنب الله في دائم ويدية ولو كانوا هم حالي وقول القربة هو المشركين ولليه هو استغفار البناء ذنب الله في دائم ويدية كويا ذل يقر عبيهم وعلى عقية المشركين تن المصيبة القرآن ذل يقر عبيهم ولا لهم ويدون آبهم ولا لهم المهود أو قالوا أو مشرك لم يقف إله إلا مويدين يسقون من بعد ما تبين الله مركي وعداته وقالين أو يقينيا كبعد يخصدين أنهم قوى يقر عبيهم أصحاب الجحيم إلى أهل الجحيم جهنم أصحاب تيدي قرية دي حاوة دي إليهم قال هاي ما جرت قرابة نحي كان نحي سيئة نحي وحاسمة حتى دو تارك صلاة محمد يا علي عبد الله يا آدم يا لقني هاي صلاة أولى تكنجر أسوى تارك صلاة وصاك أنت جلال زر لهم تكنجر الله الحر سر الله مؤنى مر اللو تعزير هاي ذاتك أوكر أنت أورد علي أما على قشر وفرا مسلمين تر لهم الدوغ هاي لو قال بختي ويا ولا حرج ذنب من أن نقبلهم علينا تعزيتهم قال لنا تعزيتهم إن نقبل إن عزونا هذين وسوا تعزيان وندعو لهم ونود علينا ونود علينا ونود علينا هذه بالهداية إنه إله يسوع هنوني لا يسوع مسلمين سوع هنوني حق وافر كرنسية يعني قد علينا أقول بدلينا ولا يجوز مبنى أن يتخذ الناس ويدخل إلى سميستان المصافحة إلى مصافحية مبنى صوب صلاة يوى التقبيل إلى إس شمية للمعزة كيما اللي هو تعزيني سنة حالية سنة كتنة هي سنة نمو مي فإذن ذلك حتى أرنتا واعتقاسنا أما أم ليني فتركها أولى إنه كتلا حب ولكن للملاقات المعزة يو غير فلا حرج هدي ما نقول كل ما يدخل شرع يستان أما ننام يسدون يوحك الإكتار ما عادي يوحك الإكتار لكن هدي ما يلسك كده سألسكه لما نقول كل ما مركع عينة
ويساق قعد إبعاد مدها ولا يجوز مبنى الله من قدود لو أنه إلا إسكت أربع إسكت طبع إسكت قرع لو أنه نفور وجيالك مبنى وشق الجوب كل يتيالك يجيبك إلا ججاحة يو الدعاء اللي قد عيس اللي هو عبارتم بدعوة الجاهلات الجاهلية حبار كودي يوحش كحبار الجرام إلا إسكو حبار لقول النبي ما الدليل صلى الله عليه وسلم ليس منا أنا من ما مال ضرب القدود نفور يتوند أفخي إسكا قرع أو إسكا طمو إسكا قرع أرباحي ومدى إذا كان من ما إشيغان هايو وحبو إسو مناني وحبو نغم التحية أو شق الجوب أما كل يتياد إتيا وفك جاي جيحو أو دعا كنت عيسى بدعو الجاهلي جاهلي قد عدس حديث كان مسلم ما صوصر صار وصحيح ولي إذا من ما أقول وعن أبي موسى وحضر رضي الله عنه أبي موسى شعري عبد الله بن قيس قال وحور أنا عليم بريء وحام بركة ومر أن كل من مر أن عيسى شيخا أن سليمان من مدل بريء وكبر نقض وسكبر من وقف كاس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سكبر إذا من ما هو ها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء بريء وكبر نقض من السارقة في سارقة وعد كذا كن قاعس وهلت واو إيس أو قاعس إيس أو قايلينيس رواقس تا أمد دي الرومي ذكي الرومي كم من مأهوين وعاقي ذي لرهاية أخدم رهاية وسكبرية شفاعة ديس يا أرقيس يا وحيس انثوى رسول الله كريم عليه ومتنا يتكمل ما انت الرميس كمل معاوين والحالقة تنثماء اسك جفيس وثمه جفيس اسك حيني جفيس فانا يكمل معاوين وركي مسلمات كل عدد درات كل قطينين اسك اسك حيني والشاقة نركي اسك جيجيحيس نركي لقوقونيس جيجيحيس يكمل معاوين اللهم نجينا حديث كبر أبو خالد وصو الصاري وحديث صحيح ويا لكن اللي هو أنتم نتما بعادك إيش ما يلاقى قاركو نرمي من وين سوق هذا هي وحميسك وحيل هي حافظ المرء إلى جماله بس بس بي يا حاصل أنا يرلو سوق هذا هي أما أصب ما وهم يا إلين لسه كينا يا إنها بس بس لسه كمرين هي أما بيا ودي يا لسه شو هي يملاي وي او تسفي عليه وسو واقف لحريس ما واقف وحا سفي عليه نوع عاوس سفي عليه ما تعزني وقا قال الليرة هو عادة العوام وعادة الجاهل جهلاوية جاهلية يا رقم كي يوحي كتم بيسا عرن تاس ما عدد اسلام رقم قوضا ما اسلام يا شرع الاسلام يا من يا سنة الرسول من وحشق كل ما هو ورقم جاهلية ورقم عوامية نتك بلا دين وحبان آل سلام ما وحا كون أقما وحي ما ولي إيا نغو دمبي أما تتك مسلمين قار كمين أكو دمبي وحا إلا غوان توبوي ومنكر معسي أوي ويجوز وحابنا البكاء أوي أداوة السالية لقفك تتك لوسوة عزيوة مصيبة كون أعطي حراق يا عري يا مات وحي بك قاديا لانه بس هو تعزين اي اولى اوي اي وحي نقو عادي اشيك يا سنة يا نوصو كان يمبالي وما لا يحمان هي عقدة باب اللو قال من قد يريني يا عقيدة حمد عقيدة وفق الله عطه أي عساء كنيسة فهم حمد عقيدة حمد ويجوز وحبنا البكاء أوهن على الميت ميت كين له أوه إذا لم يكن معه ندب أوهن تهدنين عمان إلي جر ولا نياحد رواقنا عمان وإن إلي ميش كجر مركي أوهن بناريس يبل كي ساس هايو يبل كي كان هايو كي ذاك سيا هايو كي جيس سيا هايو كي تبي عد في هنايو كي ساس هايو كي ذاك كي سكوا ديو كان هايو هدينا مش كتير أمان ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقوى إلهي ولا نياحة رواق يا قيلنا إين وهدين المدو يسكس إن شاء الله لا 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 استصص تيادنا كسر شيء إين وحي يا عادة جاهدين إلى هين نحريس يا الرحمة إلى القلب يا كسوق نقول أنت تاول أقولها أو إلى ما دو إسك الله كي أفك أعرف كأذ وحبك شيء يا سانك في فقنا أن أوران
أمان يا وحدة الله إيمان يقول النبي ودليل أرنته وإن يا بنات إن وعدنا صلى الله عليه وسلم هذه تبقى رحمة الحريص ويعلن مرخو قال نفسه يكسيه بحيث أي إلا تخصوات بحيث من أصحاب الله وادي رسول الله وادي أهلت الريبة أي بحيث أهلت أذاب بالله بي. إن على ذو مالك الريبة أي إن على ذاك أوه واسدة زي وركان السقوك إلهي رحمة وان حريص إلا جعلها الله إلهي أخوك إلهي أولئك في قلوب عبادي أدومه سقل بقول إلهي أخوك إلهي حديث كان مسلم ما صلى الله عليه صحيح وي وإنت رحمة وي ذاتك أهل العلم وحي يكون على تحريم مني أحد أهل العلم وحي يكون فقال وهم رواض قيلنا إلى حاران تعيني أحد إلا ما روى عن بعض المالكية لحديث معطية وحديث حجة عليهم ومحقنا إلا في بس كعادي كأن موي نواقع أي وحدة لما ويقول ذلك كمان يتعد هذه محاسن وحقوقها هنا يقول إيمان هي كالذي يتعد هذه مال محاسن الميت ميت ولا جيال كيس يوحو قبل جري أو لا تر لا ترتريه الشخص هنا مع رفع الصوت بالبكاء أيضا وهم تلعوت كقر الله قال هي محاسن كيس ولا جيال كيس لا تريه لا أماره وفي ذلك أولا من الجزع جزعك من تحي يوم الجاهلية الججح قضاء إلهي له سم رواي يلقل في جاهلية أياك من تحي ما الله أقول يوم اعتراضك جيس الشق عن قضاء إلهي وقدر قضاء إلهي يقدرك إلهي لا يجيسته والله قابل واي سبر له قابل واي إياك من تحي قال صلى الله عليه وسلم رسولكم أن رائحة تنقيني ليس إن واقص ثم كان بدلا أو بدلا وين كان بدلا إذا لم تتوب هذه توبة كين وين إيك التوبة كين كقوم مول قبل الموت أنت إلى إيمان كهر أو يتوب تادو إيمان كهر إيك التوبة كين وين أيضا التوبة كين السنة قدمت تقام والسوج وجنا يا يوم إلى يهرتي سوال كين هيا يوم القيامة مع السوال مريا قيامة وعليها أيضا أحرى سربان وسروال سروال بل يوسو قليلا يا أما درع أما قميص شقق أو من قطران لا من مدو أو نار طب لغسمي أيضا الله صحري يو درع من درع أو من جرام مثل دا مثل أو عقلي أو جركي دا قو قو سري إلعنا وكب وريا لعنا وعنعنا هيا سحقيسة وشد ما يسوي فريسة نعاسو إلهي وخوكي إلهي ساسو يالغو إقامي الله من جرام مرفق في وحي أي كتب وحس كتب بأيام ميونا وعيد كان إياه حديث كان إياه وعيد كان إياه قود كان ينحي ميونا سوء قال جاهل مقيم يا مسؤول الله قرينا يا وحنا وروحا صح جرام وخلاف أيام قف إيثاس سويس سيب ومرك ورافق أي جاهل أي عوام لماذا أولى إيمان يا وياب حديث كوحا صوت صار إمام مسلم وحديث صحيح وين وعن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد الميت ميت يعذب على عذاب هي في قبر قبر قال لكم قبر أقول لكم عذاب هي محل عذاب هي بسبب بما كان سبب تيس نيح عليه قيني لله قيني يا أمان الله أمان يا قبر كيس يا مرخ ميت كيس الغكر قيني الغكر أوي واو كيس أصهايو كيس كرهايو أو غيو سلاي بلاي يقول عدناي الله محل راعي واي محلي جهر مري واي الله أنا ما عدو أجباي أنا كنقطاي أنا بصمة سوف تدل له عذابي وهو حلي يا مرخ حديث كأصغر واحد حديث صحيح مسلم وصوصار أفكو آية القرآن قرآن يس ولا تزر وازرة وزر أخرى نفي نفك ذنب إيا وحي لا تمن نفك الله مع إقامه الله مع قمانه آية إليه يس يا حديث كان سيال صواب في الجناية واس كما هو إيمان أيام معنون اسمه الدينية اسمه الدقينية وحد ليهم واقف كي در دارم اما سي او او كريم واي
oo intuu caqligiisa iyo maskaxdiisa qabay. Camaaraatu lmowti, calaamaatu lmowti, markay ay ku habsanayso way dadkii ogaadeen nafta inay kasoo socdo, laakiin maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo xusuustiisu ay joogto yaa uu hintan iyo qaylida la bilaabo, war ilaahay ka cabsada, war iga daaya, war ha ii oolida, war caqabiga yaal igu cadaabi, war iga dhaafa, iga joojiya, uu oran waayo oo munkarka uu reebi waayo wey. Ama markaasuu noolaaba caadi uu dadka uu ka mid ahaa dadkii uu ahay waxaa sameynaya, uuna reebi jirin. Sheekh Axmed oo la oran jiray cidda odaynkeeda lagu sheegi jiray, caaqilkeeda, caaqilkooda, waxgaradka, cidda reerka, qooska, familka lagu xisaabi jiray, diin ahaana loo nismee jiray inuu ugu diirooy, uuna reebi jirin. Shib uu ka dhihi jiray, isaga aamusi jiray, ama isagaaba sameyn jiray, hadhow markuu dhinta isaguna uu soo galayo. Laakiin hadduu isagu uu reebi jiray, isagana uu yidhaa amaa ka dardaarmo, haddii ay tahay rabbi ii timaad, yaana lagu qorqaynin, yaa la ii ooyin, yaa waxaa wax shareecada khilaafa, yaa la ii sameyn, hadduu yidhaa shaqo kubane markaas. Laakiin kan waa kii isagu raalli ku ahaa amaa dardaarmay. وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمر أن حفصة ولاش حفصة بنت عمر عبد الله بن عمر وولا عليه وعن النبي حاس كيس حفصة بكت وي أويد وي برورت وي أويد على عمر عمر عبه عمر مركو غير يوني أي أويد. فقال عمر وحوي مهلا أوقف كرهي بطول جوج وهنت عايش حفصة yaa bunayata inanta idiyay jooj ha ii ooyin, saasaa la rabaa. Kahar, alam taclami miyaanad ogeen, waad ogtahay miyaanad ogeen, miyuuna kusoo gaarin, miyaanad garanaynin anna rasuulla sal alay wasalam. Qaala nabigu inuu yiri ina almayta meydka yucadabu waa la cadaabaya bibukaayi ehel ehelkiisa qaraabadiisa oohintay u ooyeen darte yaa calayhi loo cadaabaya. Oohinta waxay ii kordhinaysa iyo qofkan inta waxay u kordhinaysa oo aan cadaab iyo ciqaab iyo culays iyo shida aanan ahayn ma jir, sidaa daraadeed iga dhaaf buu yidhaha ii ooyin jooji buu yidhi. Marka ma banaana xaara weeyaan, laakiin haddaad shib iska din aada afka waxba ka sheegin adoo iska fadhiya ilmadu bilaa kontarool la-aan wixi la-aan ee iska socod, taa ayada dhibaato male. Waa ku nabiga uu raxmad uu ku tilmaamay uu ku sheegay ninka waxaa la oranaya adigu waa sidaa laagu ooyay, hownaaye, baabanaye, halaagsamnaye, maxaad ka celin jirta, maxaad ka reebin jirta, maxaad siin jirta, maxaad ahayd, maxaad u qaban jirta dadka noloshooda iyo irsaaqadooda iyo caafimaadkooda iyo jiritaankooda iyo nabadgelyadooda iyo waxoo dhan, maxaa mas-uulka ah adiga haya miya, ayaa la oranaya. Markaasaa qabriga lagu cadaabaya. Qaala sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah wasawaab أنه يتأذى وقول الفور يقول الثانية بالبكاء عليه وإنت لو أوي نراد لبعض الوضع كما نتقل به الأحاديث الصحيحة سيقول نواقين وإنو عدين نواقين أحاديث ولا صحيحين صار وأنت جيدا هوري ما سن أما سن أهل الميت طعاما عفك الإنت إهل كيس وعنت الله سمعي للناس ذات كمالين. وأما صنع أهل الميت أهل الميت أفكين إذا أهل كنسة أو سمية طعاما عنفة السمية للناس ذات كلا السمية ذات كلا كير يولي يا وذات كلا صوب وقنعي وصوت عزيني عنفة السمية فمكروه وكراهي وحارا يعني بقارب القارب وكراهي تنزل أجزة لو بدأي وحارا لأن فيه مالي زيادة والإيراد يا عناس horne calaa musiibati musiibadeedi iyo dhibkii ku dhacay iyo culayskan iyo ziyaado kale loogu darayaya dhibkaneeta wey oo labaad oo loo geysa iyo washuqna allahum iyo mashquulin la mashquulinay dadkii laga geeriyo ilaa shuqulin mashquulkii hore iyo murugtii iyo wixii lahay iyo oo dawool daboolkan iyo culays kale loogu daro iyo watasbiihan shabihitaan bisabci ahli ljaahiliya dadki ahlu jaahiliga ahaa shaqadoodii iyo camalkoodii oo la shabaha loo ekaado la raaco. Nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum, qolo qolo in shabaha
dhaqankoodii wix dabeecadoodii wixigooda la yimaado ayaguu ka mid yahay, asagana waa jaahili weyn. Fa innama ayam yatakallafuuna waa leen, amaa yutakallafuuna waxaa lagu mashaqaynayaa, abqu acaami cunto inay kariyaan, kamaa yafcalu waa lee ahlu lbar fii zamaani, dadka baadiyaha iyo duurarka iyo degan oo diinta iyo dacwadu isaan u gaaray dhaqankay ku dhaqmaan oo kale ee isku mashaqaynayaan. Fahaadaa ka min anniyaaxat niyaaxada ladiiduu ka midii allatii taasoo nahaa canaa rasuulahi uu nahiy sal alay wasalam can jariir ibni cabdullaahi albajali qaala wuxuu qulnaa waxaa ahayd naraa kuyu arkay alijtimaaca kulan ilaa ahli lmayt dadka laga dhintay qaraabadiisa iyo ehelkii uu meydku ka tagay inaanu ku soo aruuro oo aan fariisana guryahoodii wixigood iyo wasancata acaam cuntada oo la sameeyo ee dadka u sameeyaan min aniyaaxati niyaaxadaan u arkeyn maroor diiqda iyo wixii xaara wey ma la ogolo. Ibnu maaja maa soo saaray Albaaniga uu saxiixiyo fi sunani ibnu maaja ayuu ku saxiixiyo. Walaa yajuus ma banaana sabu lamwaati dadka geeriyooda in la caayo ma banaana xaara wey dadka geeriyooda in la caayo wax laga sheego. لقد روي وحاد عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا عائلة هبارين يا الأفلق الدين يا وحد غشي الأموات تلك غير يودي فإنهم أيهم حي لقد أفضوا ويقارين ويلقوا من إلى ما قدموا شرق يا خير وحي هر مرسلين وحي سوب جراء دويل كسمين جراء ويسيانا لا way dhextaagan yihiin way gaareen xaqiiqdi way ogaadeen way soo taabteen waa ayagii rabbigoodee faraha laga qaado yaa la afnagaadeen yaa la caay yaa la xaman marmahadee geeriyoodee. Rawaahu lbukhaari waa xadiidkaa soo saaray waa xadiid oo saxiixa weya. Mowduucii ugu dambeeyey baabu jaraais ama kitaabu ljaraais wixii ku saabsanaa wixii la hadmaada wuxuu ilaahay naga garansiiyey ee tacsiyadii ugu dambeyso halkaasaa maan kusoo gudaagnay aan uga baxnay ilaahay wixii xaqo iyo sida sawaabka oo aan waafaqnay ilaahay waafajintiisa weeyaan wixii aan daran maray oo aan maamaan wixana ama waa khaaadan ama waa aqoon darre iyo cilmi yare yaa noogeysa ilaahay baa dambi dhaafi iyo maqfiri iyo wixii idinsanayaa subxaana weydiisanayaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.